السلام عليكم، رجعنا في فيديو جديد من الفيديو ديال الرياكشن. وفي هذا الفيديو غادي ندير رياكشن على المدافع الجديد اللي تعاقد مع الفريق اللي هو عبد الاله خفيفي. وفي اخر الفيديو غادي نعطيكم الراي ديالي واش مدافع اللي تيصلح الفريق ولا لا، لان اول حاجه كما تعرفوا باللي عبد الاله خفيفي حاليا في العمر ديالو 30 سنه، وعارفين كم انتقل الفريق باش يعوض الخروج ديال مروان الهدهدي من الفريق. ولكن السؤال اللي تيطرح راسه واش هذا المدافع هذا مناسب للسيستم ديال اللعب ديال الفريق ولا لا. نشوفوا بعد الملخص ديال هذا اللاعب في اخر الفيديو نعطيكم الراي ديالي، ويلا تفرجوا معايا حتى للتالي. وهنا تيبدا الفيديو ديالنا من اللي كان هو الكابيتان وتيلعب مع ملدية وجدة. وكما كنعرفوا بلي الخفيفي اصلا الاصل ديالو وجدي، وحياته كلها هو تيلعب مع ملدية وجدة من غير اللي انتقل للدوري القطري. هنا تنشوفوا الاضافه الهجوميه ديال الخفيفي، هنا كان كونتر الرجاء وكان غادي يماركي على انس الزنيتي. واحد شويه شوش شوش شوش. على شويه كان على شويه غادي يماركي على انس الزنيتي تبارك الله، ولكن راه كان خاصها لي ماركيها هو ما ماركاش. هنايا هذا ماتش كونترا الوداد. هنايا هنا واقيلا هنايا السيد بيلانتي. شوف كيفاش السيد البيلانتي ضربات له في يده السيد البيلانتي. ولكن هنايا بينو الاضافه الهجوميه، انا غنمشيو لي زاسيست. الاضافه الهجوميه ديال الخفيفي ضعيفه بزاف، ماشي مديك المدافع اللي غادي يماركيو لك بالراس، ماشي مثلا بحال حركاس، ماشي مثلا بحال بزاف ديال المدافعين اللي تيكون تيعاونوا بزاف في الهجوم. ضعيف هو بزاف هجوميا، ولكن دفاعيا مزيان. هنايا حنا كنشوفوا السونطراج اسيست، هنايا راه كان تيلعب ظاهر، راه بعض المرات تيلعب ظاهر وبعض المرات قلب دفاع. شوف هنايا اوه كيفاش ضيع. شوف كيفاش عطى الاسيست. اوف شنو ضيع لا المغرب التطواني. هادي عاوتاني على الوداد. شو بوم باس ولي ولي شو حتى هادي كنعطى اسيست. شو شحال حتى دابا دارلهم لي زاسيست تقريبا شي ربعه. واصلا شحال من واحد تيكون واعر مثلا في مليو، ولكن المهاجمين تيكونو تيضيعلو بزاف ديال الكرات. هنايا غادي نبقاو نشوفو الدفاع ديالو. هذا على الدفاع حسين جديدي، ماشي الدفاع ولكن المراقبه ديالو للمهاجمين. شوف هذا كيفاش حضاه طيرالو. هو اصلا نقطه القوه ديالو هي فهاد النقطه هذه. شوف كيفاش تابع المهاجم ما يرخيلوش حيدالو. واصلا تيعرف عبد الله خفيفي تيعرف بلي القوه ديالو هي فهاد في الحضيه، يعني تيبقى حاضيك المهاجم. شوف هادي سبقو. واصلا حتى هو تيعتبر واحد المدافع اللي سريع، يعني ماشي ثقيل باش مثلا في الوان في وان دغيا تراو. هادي كونتر الدفاع الحسن جديدي دار بون ماتش. شوف هنا ديك صاحبو كندبر عليها. شوف عاوتاني هنايا حتى هادي كندارو الاخر طويل عليه، واخا هكداك دالو بالراس. سير عاوتاني حتى هادي طيرالو بالراس. وهو في متر و 83 ولكن في الرأسيات راه تيجي براسو. شوف هادي ولكن مطرود لهم بحمراء تبارك الله كيفاش جبدها. شوف هنا حتى هادي اوه كيفاش طيرها. نشوفو هنايا هادي سهلة حيدالو. ولكن شوف كان ديك ساتور كابيتان. شوف كيفاش لعبها بالعقل، لعبها برجليه. شوف هنايا فين هويا، واخا هكداك غادي يخطفها. اللي تيعجبني في عبد الاله خفيفي تيلعب تيتحارب تيلعب بقلبو. شوف هادي تيلعب بقلبو، تيلعب بأي حاجة، المهم ما تدوزوش وما تماركيش عليه. هنايا السونطرا، هنايا السونطرا الأولى قطعها والثانية عاوتاني في السونطرا قطعها. شوف هنا كيفاش يحضر المدافع. شوف ما تدوزوش، صعيب تدوزو صراحة. هويا هجوميا ضعيف ولكن دفاعيا راه أحسن مدافع يمكن يكون من ناحية استرجاع الكرة. شوف عاوتاني هنايا، شوف المراقبة ديالو هنايا قطعها عاوتاني. سير هنا عاوتاني من الكورنيل. جبدها والشبكة خاوية. شوف راه جبدها والشبكة خاوية. أنا قلت لك من ديك المدافعين تيتقاتلو على الكرة. شوف وهي سهلة ولكن راه وكان في البوزيسيون ديالها صعيبة. هادي كونترا أولمبيك خريبكة. هادي غطاها. المراقبة الدفاع ديالو زوينة،
المراقبة الدفاع ديالو راه احسن من سماع المقدم، حتى القوة الاندفاع ديالو على الكرة انتوما شوف. ولكن من ناحية البناء الهجومي ومن ناحية الهجوم ومن ناحية صناعة اللعب، سماع المقدم راه بيان سور احسن منه، ولكن عاوتاني كوميم راه احسن من الهدودي بزاف. يعني اذا جيتي تقارن عبد الاله خفيفي بالهدودي راه لا مقارنة. شو هنا شتو سريع سريع على الكرة شتو، لكن من ناحية البناء الهجومي ضعيف. وهنا تسالى الفيديو ديالنا، وبقى السؤال الوحيد اللي غادي نطرحه لكم، واش كتشوفوا عبد الاله خفيفي هو افضل بديل مروان الهدهودي؟ اما من ناحيه اخر حاجه هو الراي الشخصي ديالي، كنشوف بكل صراحه الصفقه هذه مزيانه ولا باس بها، ولكن ماشي ممتازه. لان اول حاجه عبد الاله خفيفي حاليا في السن ديالو 30 سنه، واصلا ما غاديش يكون تيلعب اساسي مع الفريق. ثاني حاجه هذا المدافع هذا القيمه التسويقيه ديالو ماشيه وهي تتنزل، يعني تم ناحيه غادي يضرب واحد الموسم مع الفريق واخا يتالق القيمه التسويقيه ديالو غتبقى طايحه. اما اخر حاجه تنشوف هذا المدافع هذا من ناحيه البناء الهجومي من ناحيه الهجوم ضعيف بزاف، وحنا عارفين كاملين باللي فريق الرجاء العالمي نقطه القوه ديالو هو في الهجوم. اما من ناحيه النقطه الايجابيه الوحيده في هذا المدافع، كيتعتبر بكل صراحه من بين افضل المدافع اللي تيعرفوا يسترجعوا الكره، وهادشي اللي غادي يعطي واحد الاضافه اللي كبيره بزاف للفريق من ناحيه الدفاع. فمثلا الفريق اللي غادي يكون لاعب واحد الماتش صعيب وغادي يكون متقدم في النتيجه، غادي يدخله في الدقائق الاخيره، وهنا فاش غادي ينفع عبد الاله خفيفي وغادي يسد اللعب نهائيا. المهم في الاخير هذا هو الراي ديالي من ناحيه الصفقه ديال عبد الاله خفيفي. وقبل ما نسالي هذا الفيديو ده ما تنساوش تبارطاجيوه الماكسيموم مع اصحابكم، ويلا في تلك معكم حفيظ وتهلا.